مزموري وإنجيلي باكر. المزمور: خلاص الصديقين من قبل الرب، وهو ناصرهم في زمان الضيق. يعينهم الرب ويناجيهم ويخلصهم، لأنهم توكلوا عليه. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير: فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل، وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم ولجميع الأمم. ينبغي أولاً أن يكرز بالإنجيل، فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب يسلم ابنه، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، والمجد لله دائما أبديا.